أهلا بكم. قالت وزارة النفط أنها لا تزال مستمرة في المحادثات مع شركة أكسون موبيل الأمريكية بشأن اتفاق تحسين البنية التحتية النفطية في جنوبي البلاد. وأوضحت الوزارة أن اتفاقها مع شركة بي بي البريطانية وإيني الإيطالية تتعلق بتجهيز مواد لأنبوبين نفطيين بحريين لغرض تأهيلهما وضمان نقل النفط الخام وتصديره عبر منظومة التصدير الجنوبية، ولا يمثل جزءا من مشروع نفط جنوب العراق التي تبلغ كلفته 53 مليار دولار لمدة 30 عاما. وأضافت الوزارة أن عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع إكسون لا يعني انتهاء المفاوضات أو إقصاء إكسون من المشروع. أكد النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية أحمد حما رفض كردستان العراق تسديد المستحقات النفطية للحكومة في بغداد. وقال النائب أحمد حما إن الحكومة في أربيل أخلت بالاتفاق الحالي، وهي بصدد التفاوض مع الحكومة في بغداد لبيع نفط كردستان في عام 2020 خارج إطار شركة سومو، فضلا عن الوصول لتسوية لحل أزمة الرواتب في كردستان العراق. وأثير جدل كبير ووجهت اتهامات لحكومة عبد المهدي بالتهاون في التعامل مع قضية بيع نفط كردستان. كشفت اللجنة المالية النيابية عن عجز في موازنة 2020 يصل إلى 72 تريليون دينار عراقي. وقالت مصادر في اللجنة إن المبلغ المرصود ضمن موازنة العام المقبل سيكون الأعلى إنفاقا في تاريخ موازنات العراق بمقدار 150 تريليون دينار، وأن العجز الحاصل فيها سيكون بنحو 72 تريليون دينار. قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية جمال المحمداوي إن المنطقة الحرة المراد إنشاؤها بين العراق والكويت ستنعكس سلبا على ميناء الفاو الكبير. وأضاف النائب جمال المحمداوي أن الحكومة إذا لم تستكمل بناء ميناء الفاو فإن البواخر والسفن سترسو بميناء مبارك الكويتي دون الحاجة لتكمل طريقها إلى ميناء الفاو العراقي الذي سيؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة والاستيراد من الموانئ العراقية. قالت مصادر حكومية في محافظة ديالى إن قرارا رسميا صدر بإغلاق معبر مندل الحدودي مع إيران. المصادر أضافت أن القرار الذي لم تعرف بعد أسبابه صدر عن رئاسة الوزراء متضمنا نقل موظفي المعبر ودوائره إلى معبر المنذرية الحدودي دون أي توضيحات من رئاسة الحكومة. إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. إلى اللقاء.